السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله راح نبلش بدرسنا اللي هو الأقواس وعلاقتها مع الزوايا، والأقواس وعلاقتها مع بعضها البعض، بالإضافة لكثير من الأشياء الأخرى التي تتعلق بالدائرة. طبعا كلنا بيعرف أنه بالنسبة للدائرة، الدائرة هي عبارة عن خط منحني مغلق تبعد جميع نقاطه عن نقطة ثابتة بعدا ثابتا. يعني هون هاي النقطة بنسميها مركز الدائرة، هذا البعد بنسميه نصف القطر، هذا البعد بنسميه وتر الدائرة. هلا اول جملة، الدائرتان طبقتان هما دائرتان تساوى طولا نصفي قطريهما، يعني معناتها حتى تكون الدائرتين طبقتين معناتها ري واحد نصف قطر الاولى يساوي نصف قطر الثاني. بعدين انا عندي شغلة مهمة جدا، انه كل قطر في الدائرة يقسمها إلى قسمين متساويين، أو إلى قوسين طبقين. هاي خلصنا من هاي الفكرة. هلا انتبهوا علي، في مشكلة إذا كان القوسين في دائرة القياس ذاته كان طبقين. قياس القوس غير طول القوس. قياس القوس هو عبارة عن قياسه بالدرجات، أو هو مقدار الزاوية المركزية التي يقابلها. أما طول القوس فهو عبارة عن هذا هو الخط المنحني اللي راح أعطيه أنا باللون الأزرق، باللون الأصفر، هو عبارة عن هذا الخط الذي المائل الذي أقطعه بواسطة اللون الأصفر. هلا عم بيقول لي إذا كان زاويتين مركزيتين فإن القوسين مقابلهما طبقتين، طبعا هذا شيء أكيد. طبعا إذا تطابق القوسان في دائرة تطابق وترهما. هلا النقطة اللي أنا بدي أوضحها كتير لكم هي، لو كان أنا عندي أول خطوة هذا الوتر، وعندي أيضا هذا الوتر، وإذا كان الوترين متساويين، فبالتالي هذول الزاويات هذا القوس يساوي هذا القوس، إذا القوسين بيكونوا متساويين. حتى أوصل لما نحن بنسميه القاعدة الذهبية، الزاوية المحيطية بتعطي زاوية مركزية بتعطي أوتار، بتعطي أقواس، وبتعطي زوايا مماسية يعني إذا كان عندي زاويتين محيطيتين متساويتين بيعطيني زاويتين مركزيتين متساويتين، ويعطيني وترين متساويين، وبيعطيني أقواس طبقة، وبيعطيني زوايا مماسية طبقة. أي وحدة من هدول بيكون في مثلا وترين طبقين رح يعطيني بنفس الوقت الزوايا المركزية طبقة، بيعطيني زوايا محيطية طبقة، بيعطيني أقواس طبقة. إذا هي بنسميها نحن القاعدة الذهبية في الدائرة، الزوايا المحيطية والمركزية والأوتار والأقواس، والزوايا المماسية بتكون مشتركة مع بعضها البعض. لهون يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم.